السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير يا رب. المحاضرة إن شاء الله لطيفة جدا وهنخلصها بسرعة. الإكوليبريم الاتزان، تمام. أتمنى إن ربنا يوفقني للإلقاء ويوفقكم للاستيعاب والفهم. طيب نبدأ مع بعض واحدة واحدة. هناخد إيه في المحاضرة دي؟ هناخد الديفينيشن، تعريف الإكوليبريم، تيرمز، شوية مصطلحات أناتومي عن الإنر إير، الريسبتورز اللي موجوده فيها، الافكت اوف ستيميوليشن للريسبتورز دي، تمام، النيرفس كونكشنز اللي بتربط الريسبتورز دي بالهاير سنترز، تمام. بعد كده حاجه اسمها فيستيبولار ديس فانكشن، تمام. نمشي واحده واحده وربنا يوفقنا باذن الله. طيب اول حاجه الديفينيشن، تمام. بما ان الامتحان ام سي كيو فمش هنقعد نسرد، لا هنسهل بس بسرعه تفكركم. الديفينيشن مش بس حاجه واحده، لا حاجتين. كل اللي بيجي في بالك لما اتقال اتزان اللي هو ان انا احفظ جسمي في الاريكت بوزيشن، لا مش بس كده، وان انا كمان ما اقعش، تمام. يبقى احفظ جسمي في الاريكت بوزيشن وما اقعش، حلو، كويس جدا. طيب قبل ندخل على الحاجه اللي بعدها، عايز بس في الاول اقول لكم ان السيستمز المسؤوله عن الاتزان مش بس الانر اير، لا في حاجات تانية. هي الانر اير بس، في الفيجن، في حاجه اسمها بروبريوسيبشن اللي هو الاحساس العميق بالعضلات. دي الحاجه اللي بتحسك انت ايدك مفروده ولا متنيه ورجلك في اي وضعيه بالظبط وهكذا، تمام. طيب ندخل على تاني حاجه على طول، المصطلحات. ودي ما حبيتش انا اللي اسردها، حبيت انتوا تفكروا معايا فيها عشان تثبت معاكم كويس جدا جدا جدا. طيب دي صور بتعبر عن حاجات معينه، هتكمل الحروف دي فهتطلع كلمه، تمام، وهكذا في كل الصور. طيب ده ايه؟ ممكن توقف الصوره وتجاوب، تمام، لو عايز تلعب. طيب وانا اقول سريعا ده ايه. لاب، يبقى لابرنث، لابرنث، تمام. لابرنث يعني الانر اير، لابرنث يعني ايه؟ يعني متاهه. وهتشوف دلوقتي ليه اتسمت الانر اير متاهه، تمام. ان شاء الله ما فيش متاهه ولا حاجه باذن الله خير يعني. طيب دي يو 3 سي ال اي، 3 باللاتين يعني تراي، طيب يبقى يوتريكل، يوتريكل تصغير يوترس، تصغير رحم يعني رحيم. طيب ده مطعم ايه مشهور جدا؟ ماك، يبقى ماكيولا، ماكيولا، ماكيولا يعني بقع، تمام. هنعرف هيقابلنا كل كلمه من دول فين دلوقتي. طيب ده بيلبس ايه؟ مش عايز البدله، انا عايز بس ده، فيست، فيستبيول، فيستبيول يعني ردها او الصاله اللي بتوصل على حاجه تانية في الشقه. طيب ده ايه؟ كيس يعني ساك، يبقى ساكيول، ساكيول تصغير كيس يعني تقريبا كويس، ساكيول. طيب دي، ده الجير بتاع عربيه، هنا نوعه ايه؟ اوتو، يبقى اوتوليس، اوتوليس، اوتو، او تي او يعني اير، لث يعني استون، تمام. اوتوليث، اوتوليث، تمام. مش هوضح، هنوضح قدام، انا عايزه بس الحاجات دي تعلق معايا. دي ايه اللي هي الحقنه اللي بنديها؟ اختصارها ايه؟ اي ام بي اللي هو امبول، تمام. يبقى اي ام بي بس امبولا، امبولا، تمام، يعني امبولا يعني حته واسعه. طيب ده ايه؟ كب، سي يو بي، يبقى كوبيولا، كوبيولا، كوبيولا يعني قبه، تمام، كوبيولا يعني قبه، تمام. نخش على ثالث حاجه وهي الاناتومي. طيب احنا عايزين نعرف ايه بالظبط في الاناتومي، نمسك واحده واحده كده ونقول. طيب اول حاجه لازم اعرف ان الانر اير، طبعا لابرنث يعني انر اير، لابرنث يعني انر اير، تمام، واتحفرت جوه دماغ، تمام. لازم اعرف ان اللابرنث دي عباره عن حاجتين، بوني لابرنث وممبرنس لابرنث. ايه طبيعي اللي بره؟ البوني. وايه اللي جواه؟ الممبرنث، تمام، واخدين نفس شكل بعض بالظبط، حلو. دي اول معلومه. تاني معلومه ان السائل اللي جوه الممبرانس لابرنث اسمه اندوليمف، وده بيبقى شبه الانترا سيلولار فلويد، يعني ريتش ان ايه بسرعه البوتاسيوم، حلو جدا. طيب السائل اللي بين الممبرانس لابرنث والبوني لابرنث اسمه بيريليمف، بيريليمف منطقي يعني بيري يعني محيط بالممبرانس، تمام، بيريليمف، وده زي الاكسترا سيلولار فلويد يعني ريتش ان ايه سريعا بالصوديوم، تمام، كويس جدا. بعد كده عايز اقسم الاير لحاجتين عشان حاجه منهم مش هحتاجها والحاجه الثانيه هتبقى معايا. ايه هما الحاجتين؟ الاوديتوري لابرنث خاصه بالسمع، تمام، والمسؤول عنها القوقعه، الكوكليا، تمام، بس ما جبتهاش في الترمس اللي ورا لاني مش عايزها، حلو. ايه الشق الثاني واللي هنكمل فيه المحاضره؟ نون اوديتوري لابرنث او فيستيبولار سيستم، تمام، دي ثالث معلومه. طيب رابع حاجة عايز أعرفها اللي هي البيانات، تمام، وحاجة عن السيمي سيركولار كانال. طيب دي لسه واخدينها ورا وعلقت في دماغك، ساكيول، بعد الكوكليا بيجي الساكيول، تمام، بعديه اليوتريكل، يوتريكل،
بعديه حاجه اسمها سيمي سيركولار كانال. سيمي سيركولار يعني مش دايره كامله، لا هي سيمي سيركولار، تمام، نص دوائر. حلو، وهعرف كذا حاجه عن السيمي سيركولار كانال دي، تمام، كانالز سوري. طيب اول حاجه عايز اعرفها ان هما متقسمين على الثلاث ابعاد اللي موجودين في حياتنا، اللي هو الالتيرو فيرتيكال، تمام، بوستيرو فيرتيكال وهوريزونتال. الانتيرو فيرتيكال بوستيرو فيرتيكال وهوريزونتال، تمام. ما توقفش الفيديو، انا هفهمك كل حاجه بالامثله وبالماتيريال اللي معايا، كله تمام باذن الله، تمام. طيب عايز اعرف ايه عن السيم سيركولار كانالز؟ ان هما بيفتحوا في اليوتريكل، دي اول حاجه طبيعي جدا، تمام، اليوتريكل. طيب بيفتحوا بكام فتحه؟ كل سيمي سيركولار كانال بتفتح بفتحتين، يبقى المفروض في كام فتحه معايا؟ تبقى انهم 3، انت 3 ب 6، لا هم 5. ليه؟ لان في 2 مشتركين في فتحه، تمام، ادي فتحه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. حلو، في صور ثانيه بتوضح ان دي هنا يمكن جايه فتحه واحده، لا بس هم 5 فتحات، كويس جدا. دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه عايز اعرفها ايه هي؟ ان معلومه مهمه جدا جدا، ان الثلاثه سيمي سيركولار كانالز دول عموديين على بعض، تمام. طبعا بما اني بقول عموديين على بعض في رسمه زي دي، فانت المفروض تضحك عليا، طيب، وتقول لي ستوب وفهمني. طيب هفهمك ان شاء الله، ما تقلقش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ركز معايا كويس قوي، تمام. ده مجسم اهو 3D اهو، تمام، بميله بس عشان تبقى فاهم. حلو، في حاجه هوريزونتال اهي تحت الورقه اللي تحت دي، تمام، وفي حاجه انتيريو وفي حاجه بوستيريو. انتيريو فيرتيكال عمودي على البوستيريو فيرتيكال والعكس، والهوريزونتال عمودي على الاثنين. يبقى كلهم عمودين على بعض ولا لا؟ يبقى فعلا كلهم عمودين على بعض، تمام. حاجه كمان عايز اعرفها، الانتيريو فيرتيكال هنا، تمام، امتدادها ايه؟ ركز مع ايدي كده وهي رايحه، امتدادها كده، امتدادها كده، تمام. طب لو جيت عند الودن الثانيه، تمام، البوستيريو فيرتيكال هنا امتدادها ايه؟ فاكر امتداد ايدي كان كده، كان كده. يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول لك ان الانتيريور فيرتيكال بتاع الودن بتاعه ودن، تمام، بتبقى على نفس امتداد البوستيريور فيرتيكال بتاعه الودن الثانيه. حلو، حلو جدا. سوري ممكن ما عيدش، فانت ممكن عشان بس نسرع، فانت ممكن توقف وتعيد لو عايز يعني الفيديو، بس انا قلت لك يعني ان شاء الله هتبقى فاهم كل حاجه. طيب كده الحمد لله بالنسبه للأدوية. طيب بعد كده قلنا هنتكلم على الريسبتور، تمام. طيب كلمه ماكولا قلنا ان هي يعني بقعه، تمام، يعني بقعه، ماكولا يعني بقعه، تمام. سوري معلش، عايزين نقول حاجه، تمام، اليوتريكل والساكيول جواهم ريسبتور، تمام، وليهم اسم معين. السيمي سيركولار كانالز جواهم ريسبتور وليه اسم معين، تمام. اللي هيبقى على الشمال كده وانا بقارن بينهم، اللي هو اليوتريكل والساكيول، اللي هو ايه لسه قايله، الماكيولا، الريسبتور بتاعهم الماكيولا، تمام، او الاوتوليث، تمام، وهنفهم ليه اوتوليث، تمام. طيب الريسبتور بتاع السيمي سيركولار كانال اسمه كريستا امبولاريس، كريستا امبولاريس. ليه اسمه كريستا امبولاريس؟ اني انا نسيت اقولها، بس انا بقولها دلوقتي اهو، ان السيمي سيركولار كانالز بتفتح في اليوتريكل بحاجه اسمها امبولا، تمام، لان انت ملاحظ ان هنا في سمك واحد وهنا حته وسعت 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 وسعت، دي اسمها الامبولا، والريسبتور موجود هنا، يبقى كريستا امبولاريس. حلو، حلو. يبقى بتاع اليوتريكل والساكيول اسمه ماكولا او اوتوليث، تمام. طيب بتاع السيمي سيركولار كانالز كريستا امبولاريس، تمام. عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف ان هو عباره عن ريدج، يعني خط كده من الكولامنر سيلز، تمام، متغطي بجيلاتينس ماتيريال، جيلاتينس ماتيريال، تمام. الجيلاتينس ماتيريالز دول فوق الهير سيلز، معلش انا قلت كولامنر، بس هم كولامنر وهير سيلز، هير سيلز يعني فيهم سيليا طالعه منهم اهي، تمام. في نهايتها كالسيوم كربونيت، كربونيت كريستالز، كالسيوم كربونيت كريستالز، تمام. وهنا انت فهمت ليه بقول اوتوليث، ليث ستون جايه من الكالسيوم ده، تمام. اوتوليث يعني، لكن ممكن لو بالمعنى الحرفي بس بلاش نقوله عشان حاسس انه هبل يعني. المهم انا عايزك تعرف معايا ان ريدج من كلاندر هير سيلز، تمام، هير سيلز يعني بيطلع منها سيليا، تمام،
هي بتغطيها بجيلاتينس ماتيريال موجود فيها الاوتوليث او بيسموه اسم تاني اوتوكونيا، تمام، او استاتوكونيا. حلو جدا. يبقى بتتكون من تلات حاجات: الهير سيلز بالسيليا بتاعتها، الجيلاتينس ماتيريال اللي جواها الاوتوليث. حلو جدا. طيب انت عمال تقول لي هير 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 سيل وهي انا مش واضحه قوي. طيب يبقى نشوفها هنا ان شاء الله تكون واضحه معاك. الهير سيل عباره عن كولومنر سيل، تمام، وطالع منها سيليا، تمام. في سيليا صغيرين وفي واحده سيليا كبيره. الصغيرين يكون استيريوسيليا من 40 ل 70. الكبيره اسمها كاينوسيليا، هي واحده بس، تمام. يبقى 40 ل 70 ستيريوسيليا في كل هيرسيل، وواحده بس كاينوسيليا في كل هيرسيل. حلو، حلو جدا. نمشي برضه وسيبك من دي دلوقتي، خليك ماشي معايا بس، تمام كده. انت عرفت الريسبتور بتاع اليوتريكل والسكيول. طيب اول حاجه خدناها في الريسبتور اللي هو يعني الاستراكشر بتاعه. بعد كده عايزين نعرف الميكانيزم، يعني ازاي الريسبتور ده بيحصل له استيميليشن، تمام. انا ليه كاتبها كلمه وما فيش حاجه في الباوربوينت؟ لاني حبيت ان الفكره دي احسن، تمام. بسم الله. طيب دي الرايت اير، تمام، ودي الليفت اير، تمام. ده وده 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 الماكيولا، تمام. ده وده 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 الماكيولا، تمام. ريدج من الكلامنر سيلز وطالع منها السيليا، وفي الاخر اللي هي الحتت المدوره دي، تمام، اللي هي الايه الاوتوليث، تمام. حلو، حلو جدا. طيب الميكانيزم بقى ازاي الريسبتور ده بيحصل له استيميليشن. ركز ان خد بالك ان ده السكيول واليوتريكل اللي بيودي على ايه، واللي انا بدل عليه بالشرط دي، تمام، اللي هي السيم سيركولر كانالز. وهنا ده السكيول ودي وده اليوتريك اللي بيودي على ايه، السيمي سيركولر كانالز. يبقى دي الليفت اير ودي رايت اير، تمام. طيب قول لنا بقى وخلصنا الميكانيزم دي، تمام، بتاعه الاستيميليشن بتاعه السكتور ده بتحصل ازاي. هي بتحصل دلوقتي، تخيل راسك اهو، تمام، ودي ودنك اليمين ودي ودنك الشمال، تمام. شوف حركة ايدي، انا عايز راسك تعمل كده، يعني هتميل كده، تمام، او كده، تمام. طيب لما تميل كده، في هنا خلينا نتكلم بالبلدي شوية، حجر، تمام. الحجر ده بيعمل ايه؟ بيشد. الله ينور عليك، بيشد، تمام. طب هنا الحجر شادد؟ لا مش شادد. يبقى الميكانيزم اللي بيحصل بيها استيميوليشن للريسبتور اللي هو الماكيولا، ان الاوتوليس دي تشد على الهيرسل، تمام. فلما لف كده هنا شده، فحصل استيميوليشن، تمام، فحس ان انا ملت ناحيه اليمين، لكن هنا مش شده فمفيش استيميوليشن. حلو. طب لو العكس، نفس الفكره، تمام، دي هتبقى شده فاستيميوليشن ودي مفيش استيميوليشن، يبقى انا ملت ناحيه الشمال، تمام. اتمنى تكون واضحه. حلو. طيب هو في فرق كده بين دي ودي، سوري، بين الريسبتور في السكيول واليوتريكل. فرق مهم جدا ان في اليوتريكل الماكيولا بتبقى دايركتد ابورد، تمام. طيب في السكيول بتبقى في السايد. حلو. هنا برضو اليوتريكل ابورد، لكن الريسبتور في السكيول في السايد. حلو. يبقى اول حاجه خدناها ان انا الميكانيزم بتاعت الاستيميليشن ان الحجر بيشد، فلو كده ده هيشد، يبقى انا دي استيميليشن، يبقى انا ملت ناحيه اليمين، ولو العكس يبقى انا ملت ناحيه الشمال. دي الميكانيزم بتاع الاستيميليشن. حلو، حلو جدا. طيب نرجع تاني للباوربوينت ان شاء الله يكون واضح. سيب دول دلوقتي. طيب خدنا الاستراكشر بتاع الريسبتور، تمام، وخدنا الميكانيزم اللي بيحصل بيها استيميليشن. كل ده انا بتكلم على الماكيولا، تمام. اخر حاجه في الريسبتور اللي هو الايفكت of stimulation. يعني دلوقتي انت عملت simulation receptor ده، ايه النتيجة، تمام، لما يطلع يتوصل بالهاير سنتر. حاجتين مهمين جدا جدا جدا: head in space، orientation in head in space، تمام. يعني الهيد لما انا قلت لكم ان كده مالت كده، يبقى انا عارف ان الهيد بتاعتي مايلة ناحية اليمين، ولو كده يبقى مايلة ناحية الشمال،
ولو في النص تمام مفيش يعني هما في السن الريسبتور في السنترال بوزيشن بتاعهم في الريست بوزيشن بتاعهم يبقى انا دماغي كده تمام. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. تاني حاجه اللينير اكسلريشن. اللينير اكسلريشن تمام يعني ان انت تمشي في خط مستقيم تمام كده. طيب موضح موضح عادي سهله جدا 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 وهتفهم بسرعه قوي. ازاي الريسبتور ده بيعرفني انا اتحركت قدام ولا لورا تمام. ركز معايا. لو انت دلوقتي قاعد اهو ماشي في عربيه او باص او ايا كان تمام والباص ده فجاه اتحرك لقدام تمام فجاه تمام. لما انت العربيه اللي انت راكب فيها او الباص يتحرك لقدام فجاه بيحصل حاجه اسمها ايه انيرشيا الكسور الذاتي تمام. الباص بيتحرك كده وانت تحس انك بترجع لورا تمام. فطبيعي ان السائل اللي جوه او الهير سيلز دي والحجر اللي فيها لما انت فجاه العربيه تتحرك لقدام يروحوا دول راجعين فين لورا. يبقى هم اتشدوا فين لورا. فانت تحس ان انت اكنك رجعت لورا. يبقى انت كده عرفت ان خلاص العربيه بدات تتحرك. حلو. طيب واحنا في الطريق هل دول بيفضلوا كده برضو مشدودين؟ لا خلاص. لما بنوصل لكونستانت كونستانت مهمه جدا كونستانت سبيد تمام ما بتتغيرش لا دول خلاص بيرجعوا زي ما هم كانوا كده اه في البدايه بس في الكونستانت سبيد بيرجعوا زي ما هم خلاص. يبقى انا كده خلاص مش حاسس ان انا يعني ممكن ما احسش ان انا بتحرك اصلا فاهمني. زي مثلا لما تكون راكب في قطر فعلا او طياره ساعات كده بتحس انك خلاص يعني ما بتتحركش تمام. طيب خلاص اتحركت ووصلت تمام. لو الباص وقف او القطر وقف اكيد قلته صح جاوبته صح ان الوضع هيتعكس ان ما دام هو وقف فجاه زي ما انت بتروح مرمي كده بجسمك على قدام فبرضه نفس الوضع الهير سيلز دي هتميل على قدام تمام. فلما تميل على قدام يبقى معنى كده ان انت بتتحرك لقدام يبقى معنى كده ان العربيه وقفت او ان الباص وقف تمام. كويس جدا. هو ده اللينير اكسلريشن اللي هو التحرك الخطي تمام. فيبقى اول حاجه الهيد ان سبيس. تاني حاجه اللينير اكسلريشن تمام. اتمنى تكون واضحه باذن الله. طيب لا نرجع بقى تاني خلاص احنا خدنا الماكولا وعرفناها خلاص. ندخل بقى على الريسبتور بتاع السيمي سيركولر كانال تمام. برضه هنمشي استراكشر بعد كده الميكانيزم بتاعت الاستيميليشن بتاعته بعد كده الايفكت بتاع الاستيميليشن. حلو حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكريستا امبولاريس وعرفنا ليه اسمها امبولاريس عشان بتبقى موجوده في الامبولا تمام في الامبول تمام. طيب عايزين نفهم الاستراكشر زي ما فهمنا هنا. طيب حاجات متشابهه في ريدج اوف كلامنر هير سيلز تمام وطالع منها الهير سيلز تمام متغطيه بحاجه اسمها كوبيلا اللي هي لسه قايلينها معنى ايه القبه الكوبيلا سوري اللي هي القبه تمام القبه اهي كوبيلا. ايه الكوبيلا دي عباره عن ايه؟ عباره عن جيلاتينس ماس برضه تمام بس هنا مفيش الحاجه اللي انا قلتها هناك اللي هي الاوتوليس تمام. يبقى جيلاتينس ماس تمام مغطيه الهير سيلز بالسيليا بتاعتها. حلو. الجيلاتينس ماس دي او الكوبيلا بتعمل زي بارتيشن كده زي ما مكتوب لكم تمام بيتجه هي دي الكوبيلا تمام بيتجه للأوبزيتول زي بارتيشن او حاجه كده مثلث مثلا يعني بيتجه للأوبزيتول تمام واللي طالع منها للأوبزيت وول تمام. يبقى ريدج اوف كلامنر سيلز هير سيلز وطالع منها السيليا اهو ومتغطيه بالكوبيلا. حلو. طيب الهير سيل دي يعني ايه الهير سيل؟ لا ما انا مش هقول تاني مش هنا. هي نفس دي بالظبط 40 ل 70 ستيريو سيليا تمام وان كايمو سيليا. حلو حلو. يبقى انا كده عرفت الاستراكشر. حلو. وخد بالك ان الريسبتور موجود فين؟ موجود في الامبولا تمام في الحته اللي الكنال او السيمي سيركل كنال بتيجي توسع عندها عشان تدخل في اليوتريكل. حلو حلو جدا. طيب سوري بعد كده زي ما خدنا في الماكولا الميكانيزم بتاعت الاستيميوليشن تمام. اكيد فهمتوا انا هعمل ايه ان شاء الله برضو ورقه ونفهمها. طيب نركز مع بعض تمام. دي الرايت تمام رايت اير. حلو. ودي الليفت اير. طيب دي ايه اللي هي دي
الهوريزونتال سيمي سيركولار كانال، والناحيه الثانيه برضو الهوريزونتال سيمي سيركولار كانال. حلو. طيب اللي بعديها ايه؟ قلنا ان هي بتوسع بتفتح في اليوتركل بحاجه اسمها ايه، امبولا. دي الامبولا بتاعت رايت والامبولا بتاعت الليفت. حلو. طب جواها ايه؟ جواها الريسبتور اللي هو الكريستا امبولاريس. تمام. الكريستا امبولاريس، الكريستا امبولاريس. طيب قلنا ان الامبولا بتيجي تفتح فين؟ بتفتح في اليوتركل، رمز له يو تي، يبقى ده اليوتركل بتاع الرايت وده اليوتركل بتاع الليفت. حلو. دي توضيح ايه الصوره اللي انا راسمها دي. حلو. وخدتها من الكتاب عندكم، بصراحه كانت رسمه جميله قوي عجبتني. طيب الميكانيزم بتاعت الاستيميليشن في الهوريزونتال سيمي سيركولار كانال عباره عن ان الكوبيلا تتحرك في اتجاه اليوتركل. لو حاجه خلت الكوبيلا تتحرك في اتجاه اليوتركل يبقى الودن دي، تمام، لو اليمين مثلا يبقى الودن اليمين دي حصل لها استيميليشن. حلو. لكن في الفيرتيكال كانال العكس، لا، اللي يعمل له استيميليشن ان الكوبيلا تروح باتجاه السيمي سيركولار كانال، يعني بعيد عن اليوتركل. تمام. بس خلينا دلوقتي في الهوريزونتال. امتى بيحصل لها استيميليشن؟ لما الكوبيلا تتحرك باتجاه اليوتركل. تمام. هو اصلا ايه اللي بيتحرك الحاجات دي؟ لا ركز معايا واصحى، لان انا كنت قايل لك ان في سائل جوه اسمه اندوليمف، ده اصلا ممكن لما يزيد في التهابات او كده يعمل لك فيرتايجو والكلام ده كله. او هنمشي واحده واحده، معلش ما نسبقش الاحداث، سوري. طيب يبقى خدنا الميكانيزم. حلو. نقول كده ايه الواحد اتنين تلاتة اربعة اللي انا عاملهم دول وعايزكم تقولوهم معايا. تمام. لما اعمل استيميليشن للكوبيلا عن طريق الليمف اللي جوه، طب فهمني، انت مفهمتنيش هعمل استيميليشن ازاي. انت قلت لي لما هي بتتحرك ناحية اليوتركل. طب حركالي ناحية اليوتركل كده، قول لي هتتحرك ازاي. هقول لك برضو هناخد حاجة، معلش سوري، انا لما جيت اكلمكم عن دي، نرجع بس شوية للماكيولا، قلت لكم ان في اول الحركة، تمام، انت بيحصل لك حاجة اسمها انيرشيا، يعني كسور ذاتي. تمام. وفي النص كونستنت سبيد، خلاص بترجع للسنترال بوزيشن. تمام. طيب وقلنا في الاخر لما توقف بيحصل بقى العكس، حاجة اسمها مومنتم. تمام. بتكرر معي بس، خلاص نرجع تاني للكريستا امبولاريس. تمام. دلوقتي ايه اللي هيخلي الكوبيلا دي تتحرك في اتجاه اليوتركل؟ تمام. هل كده يعني لما الف مثلا كده او الف لتحت؟ لا، زي ما انت لسه قايل دلوقتي فعلا، برافو، ان انا اتحرك انجولار. اكيد انت فاهم قصدي كويس قوي. تمام. انت دلوقتي اهو اول حاجه دي رقم واحد عايزك تكون جنبها، اللي هو الريست بوزيشن، اللي هو عادي مفيش حاجه منهم حصل لها استيميليشن اكتر من الثانيه، او مفيش حاجه منهم حصل لها استيميليشن. حلو. طيب رقم اتنين اللي هي at the beginning of movement. تمام. اللي هو انت عملت كده فجاه، فلما انت عملت كده فاكر الانرشيا، يبقى السائل هيتحرك فين؟ العكس. لو السائل مثلا اهو، فاهمني، ده السائل اللي هو ايديا. تمام. انت اتحركت كده، شفت السائل جه فين؟ حلو. طيب انت اتحركت كده والسائل جه كده، يبقى هيجيب الكوبيلا بتاعت الرايت اير ناحيه اليوتريكل. تمام. يبقى ده يحصل لها ستيميوليشن، يبقى انا كده بلف ناحيه اليمين. وعلى الجانب الاخر الليمف، الاندوليمف سوري، هيجيب الكوبيلا بتاعت الليفت كده، يعني بعيده عن اليوتريكل. وانا قلت هو امتى بيحصل لها ستيميوليشن؟ لما الكوبيلا تروح في اتجاه اليوتريكل. تمام. تاني، ادي ده الليمف اهو، سوري الاندوليمف، مش عارف معلقه معايا ليه. تمام. وانا بتحرك كده بالانيرشيا، السائل هيتحرك في الاتجاه المعاكس، فلما يتحرك في الاتجاه المعاكس يبقى هيجيب الكوبيلا دي ناحيه اليوتريكل، يبقى هيحصل هنا ستيميليشن. يبقى انا كده هفهم ان انا راسي بتلف. انا كنت قايل لكم ايه، ان انا بميل كده وكده، لا انا كده بقى بتكلم في الانجولار اكسلريشن، اللي هو كده او كده كده. تمام. اظن فاهمين كويس قوي. دي تاني حاجه. تمام. اللي هي ات ذا بيجيننج. طيب ثلاثة اللي هو في النص، زي ما كنا قايلين هناك حاجه في النص اسمها كونستنت سبيد. خلاص انت كنت لو بتلف كونستنت سبيد خلاص مش هتحس انك بتلف. ايه اكبر مثال على حاجه زي كده ومكتوب جميل جدا في كتابكم، اللي هو الكره الارضيه. الكره الارضيه دي بتلف، تمام، بس عشان سرعه ثابته فخلاص انت الريسبتور بتاعك في السنترال بوزيشن، فما فيش استيميليشن. حلو. دي اللي هي ثالث حاجه. طيب ورابع حاجه
انت دلوقتي مش هتفضل تلف البلا نهايه. مثلا لو انت بتحرك بتلف براسك كده تمام، فانت لفيت كده وهتقف في البدايه، حصل ايه؟ انيرشيا. طب وفي النص ما حصلش حاجه، طب ولما تيجي فجاه تقف تمام، السائل بقى هيروح فين؟ كده برافو، اكيد قلتوها صح تمام. يبقى الانيرشيا ان لما تتحرك كده السائل يجي كده تمام، ولما تبقى كونست ثبيت خلاص السائل بيتحرك معاه. طب فجاه دي وقفت، يبقى السائل هيروح مرمي قدام زي كده، وانت في العربيه لما بتريم قدام بالمومنتوم تمام. يبقى لما اجي اقف السائل هيروح كده، يبقى هيعمل ايه؟ الودن اللي كانت ستيموليتد الكوبيلا هيوديها اصلا ناحيه السيمي سيركولار كانال، يبقى انهيبيتد. وعلى العكس في الليفت هيروح مودي الكوبيلا دي ناحيه اليوتريكل تمام، مع ان انا هبقى واقف بس هحس ان انا بلف في الاتجاه المعاكس. ده اللي اسمه الفيرتايجو، اللي هو الفولس سنسيشن اوف روتيشن تمام، في الكاونتر دايركشن في الاتجاه المعاكس. حلو، اظن كويس جدا كده، اتمنى تكونوا فهمتوها. يبقى بيحصل لها سيميوليشن ازاي؟ سوري نكمل معلش. يبقى رابع حاجه اللي هو الفيرتايجو تمام. طب خامس حاجه، في حاجه بعدين اللي هو خلاص الريست بوزيشن، يعني انت لفيت دماغك كده ممكن شويه يحصل لك بس يعني انت لو قمت دلوقتي لفيت كده او لففت عيل صغير هتحس ان هو ايه برضو حصل له فيرتايجو كده تمام، بس خلاص بعد شويه يوصل للريست بوزيشن. فخمسه دي اللي هي الريست بوزيشن، اللي هي الريست بوزيشن تمام. الصوره هي اعتقد كده واضحه كويس جدا تمام. طيب حلو، احنا كده خدنا الاستراكشر والميكانيزم، ناقص زي الماكيولا بالظبط الايفكت اوف ستيميليشن. طيب زي ما قلنا هناك في الماكيولا الايفكت اوف ستيميليشن، هنا انت بتحس بوضعيه دماغك في الفضاء. طب هنا قلنا ايه؟ سنسيشن اوف روتيشن، يبقى هتحس ان دماغك بتلف تمام. وعرفنا يمين الكوبيلا ان هي بتيجي كده، فخلاص اليمين هتحصل لها ستيميليشن، يبقى انا بلف يمين، او العكس في الشمال. حلو، ايه اللي ممكن يحصل كمان؟ لسه قايلينها فيرتايجو تمام، فيرتايجو قلت لكم معناها ايه تمام. سيبك من دي وادخل على بعدها. ممكن يحصل شويه اوتونوميك تشينجز تمام، بتحصل مع ناس كتيره جدا جدا جدا، ان هو ممكن بعد اللفه دي تمام وبعد الفيرتايجو ممكن يجيله ترجيع غثيان سوري نوزيا اللي هو فوميتنج ترجيع، ممكن ضربات قلبه تقل براديكارديا، ممكن ضغطه يقل هايبوتنشن تمام. كل دي اوتونوميك تشينجز ممكن تحصل وهنعرف ايه سببها تمام في النيرفس كونكشن ان شاء الله تمام. طيب بعد كده ماسل تون تشينجز، ماسل تون تشينجز. طيب دي بارك الله له دكتور ناجي، فهمتها منه كويس قوي قوي بصراحه، ده الوحيد اللي فهمتها منه، وده الوحيد اللي انا سمعته اصلا. طيب شبهها بايه؟ فانا هقتبس هنا بصراحه، بحب لما اقتبس حاجه اقول انا بقتبس، دي مش مني تمام. وفي بصراحه حاجات كتير في المحاضره دي مستوحاه من 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 الفكر اللي هو بيدرس بيه، زي الاضافات من عندي تمام. قال ايه؟ قال اللعبه تمام بتاعه الملاهي دي اللي هو ده مثلا عمود تمام، ودي حبال اهي متعلق فيها في الاخر مثلا كراسي او دايره وانت قاعد جواها تمام. في الاول الدوائر دي ما بتبقاش كده، لا هي بتبقى كلها هنا كده جنب العمود الاساسي. حلو، بس لما يبدا العمود ده اللي هو دايره اصلا يلف يلف يلف، قوه الطرد المركزيه بتبدا ايه؟ تبعدك لبره، تبعدك لبره. حلو، انت لما بتبعدك لبره، لو حد ركب اللعبه دي يفهمها جدا جدا جدا، لما تبعدك لبره انا يعني ممكن ادخل بجسمي اهو تمام، انا كنت قريب منها، لما تبعدني لبره انا هبدا ايه؟ التون هنا هيزيد، هبدا لا اجي في الابسيلاترال يعني ناحيه اللي هو الايه العمود تمام، زاد هنا فانا جيت ناحيه العمود وقلف الناحيه الثانيه تمام. دي المسل تون تشينجز. حلو، انك في الاول بتبقى قريب، انا ببقى قريب اهو من العمود، بس لما تبدا تلف هيحصل طرد مركزي فانا هروح الناحيه دي تمام. فعشان اكيب البالانس بتاعي او حافظ على نفسي تمام، بروح تلقائي جدا 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 بروح مايل ناحيتها تمام. ليه؟ لان التون هنا زاد في الابسيلاترال تمام من ناحيه اللعبه، وفي الناحيه الثانيه في الكونترا لاترال قل. حلو، وهنفهم برضو ليه بالنيرفس كونكشن. جميل جدا، بعد كده بيحصل حاجه عشان انا عارف ان دي هتفضل مضايقاكم، حاجه اسمها باست بوينتنج تيست.
ما لقيتهاش مكتوبة عندكم في الكتاب، بس هي نقطة كويسة. اللي عايز يفهمها ممكن يبقى يبعت للأكاونت وعادي، واعملها له في فيديو مخصوص يعني، ما عنديش مشكلة تحت أمركم. طيب آخر حاجة، النستاجمس. النستاجمس، النستاجمس هنا هنقف وقفة شوية، تمام، نقفل الباوربوينت ونفهمها لكم بطريقة إن شاء الله يعني تكون أحسن يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني بس نجيب الورقة سريعا. بسم الله، اذكروا الله على ما نجيب الورقة، استفيدوا من وقتكم، من كل ثانية في وقتكم. هنا هبدأ دلوقتي، لازم سوري يعني ايه، يا رب مش بس يكون باين كويس، تمام. ركزوا معايا، ايه النستاجمس ده؟ تمام، احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه، عن الانجولار موفمنت. في الماكيولا كانت ان انا بميل كده او كده، تمام. طيب والله انا ما عملتش كده عشان تشوف السماعات، يا جت مش بتمنظر، يا جت صدفة. طيب بسم الله، كنا بنتكلم في الانجولار، انجولار، تمام. طيب سيبك من كل اللي فات وركز معايا في عيني، تمام، يا رب عيني تكون باينه كويس، تمام. انا هتحرك دلوقتي من هنا، تمام، باصص على شخص اهو، او باصص على التليفون لكده، وهبص على الحيطه، تمام. طيب اول ما هتحرك، تمام، فاكرين at the beginning كان حاجه اسمها ايه، inertia، برضو نفس الوضع. اول ما اتحرك بص انا عيني معايا، يعني لو صباعي ده هو عيني، تمام، انا بتحرك بس عيني بص مركزه عليك، مركزه عليك ببطء كده، يعني هي بتتحرك ببطء كده في الاتجاه ايه، عكس اللي انا بلف فيه في الكونترلاتر، تمام. طيب هل هفضل كده يعني، هينفع اروح كده وانا عيني معاك؟ مستحيل. طيب لما اروح كده، انا كنت باصص لك، عيني كانت هنا، تمام، بس لما اوصل هنا عيني هتروح بسرعه، ركز في بسرعه وبطء، تمام. نعيد تاني، انا كنت كده، حلو، عيني اهو باصص لك، تمام، انا حركت راسي كده بس عيني اكنها اتحركت ايه، او مش اكنها، هي فعلا بتتحرك في ايه، في الاتجاه المعاكس. طيب لما وصلت هناك يبقى فجأة، تمام، يبقى عيني اهي انا بتحرك بس بصالك، تمام، بصالك، لما وصلت هناك لا خلاص رجعت فجأة. يبقى slow component في الاول، تمام، اهو يعني اهو، و fast component في الاخر، تمام، slow component في ال contralateral side، تمام، بس ال fast component في ال ipsilateral side، في نفس اتجاه اللفة بتاعتي او ال angular movement بتاعتي، تمام. طب في النص يعني، لو انا مثلا اللفة دي كانت على قطر اوسع شوية في النص، لا زي ما قلنا في ال constant speed خلاص انت بتبدأ، وبرضو ده مثال برضو الارض، تمام، خلاص مفيش، ما بيحصلكش نستجمس، تمام. طيب انت دخلت لي في التعريف على في سوري في الشرح على طول قبل ما تقول التعريف، انا حبيت الطريقه دي بصراحه. النستجمس هو اسكلاتري موفمنت، تمام، اسكلاتري موفمنت يعني كده حركه كده، دي احسن طريقه فهم اسكلاتري موفمنت، يعني راحه جاي راحه جاي راحه جاي، تمام. طيب انا قطعت وقلت الديفينيشن عشان اقول الحته اللي جايه دي، تمام، انت عمال تقول لي راحه جايه، انت هي كانت بتروح بس، امال فين جايه؟ لا، لان انت نسيت، ركز، كان يعني في حاجه اسمها مومنتوم في الاخر لما الباص وقف وانت اتحدفت لقدام، تمام. انا هنا برضو اهو لفيت، انا اسلو كومبوننت في الكونترلاترال سايد، تمام. طيب لما وصلت على طول ابص للشخص التاني، خلاص فاست كومبوننت. طيب انا هنا وقفت، تمام، ما دام انا رايح ابص لشخص تاني يبقى في الفاست كومبوننت انا هنا وقفت، تمام. طيب عيني كانت بتيجي كده سريعا وانا وقفت هنا، يبقى عيني بالمومنتم هتروح ازاي الناحيه دي، تمام، وهتحاول ترجع تاني. هنا برضو بيحصل فيرتايب، تمام. تاني انا اهو سلو كومبوننت، تمام، في الكونترلاترال، واول ما عيني تروح الشخص خلاص فاست كومبوننت في الابسي لاترال، واول ما اقف عينيا هتكمل شويه، هتكمل بروح وتيجي، هي دي الفكره، اسكلاتري موفمنت، بتروح وتيجي راحه جايه، تمام. وهيحصل هنا فيرتايب،
اللي هو انت اصلا ما بتدورش بس عينك بتدور. حلو. الفيرتايجو عامه هو تعريفه ان يا اما انت حاسس انك بتلف والمكان اللي انت فيه ثابت, او المكان بيلف وانت اللي ثابت. حلو. اتمنى نكون فهمناها. في سلو كومبوننت في الكونترالاترال, في لو في النص كونستانت سبيد, تمام مفيش حاجه. بعد كده فاست كومبوننت في الابسيلاترال, ولما اجي اقف بالمومنتم عيني هتكمل وهيحصل فيرتايجو. تمام. وممكن مع الفيرتايجو يحصل الحاجات اللي قلنا عليها. حلو. حلو جدا. اتمنى تكونوا فهمتوها كويس. نكمل. بسم الله. نرجع تاني. طيب بسم الله كنا فين؟ يبقى قلنا الافكت بتاع الاستيميليشن هو طيب سوري معلش, قلنا ايه اللي كنا عايزين نقول, ايه الايم او الهدف من النستاجمس ده؟ تمام. ان هو هي راحت كده وراحت راجع كده وراحت راح كده ورجع تاني. تمام. انت بتعمل ده ليه؟ لاني انا وانا بعمل كده وانا ببص كده انا كنت عايز اركز عليك. هي دي الفكره, ان انا عايز اثبتك في الفيجوال فيلد بتاعي. بالبلدي كده بتحصل عشان انا عايز اثبتك في الفيجوال فيلد بتاعي. حلو. طيب يبقى الايفكت بتاع الاستيميليشن بتاع الكريستا امبولاريس ان انا احس ان انا في الانجولار موفمنت بتاعتي مش الميل. الميل كانت بتاعه الماكيولا. تمام. بيحصل برضو الفيرتايجو, عرفنا ليه بيحصل. حاجه اسمها باست بوينتنج تيست لو عملته بيدي ريزلت معينه, لو عايزين تعرفوها حد يبعت لنا. طيب اوتونوميك تشينجز قلناها, ماسل تشينجز اللي هي اللعبه الطرد المركزي. بعد كده الانستاجموس وفهمنا بيحصل ليه بالفيزياء عادي فيزيكال. تمام. وفهمنا ايه هدفه. حلو. حلو. طيب بعد كده النيرفس كونكشن. تمام. طيب في حاجه معلش انا كنت عمال ادعي ربنا ان انا افتكر اقولها لكم والحمد لله افتكرت, فيعني ربنا بيحبكم. هي حاجه لطيفه برضو يعني اللي هو انا هل الروتيشن او الانجولار موفمنت هي الطريقه الوحيده اللي بعمل بيها ستيميليشن للسيمي سيركولر كانال؟ لا. الروتيشن تمام اللي انا بعمله ده بعمله في حياتي عموما. طب انا لو عايز اختبر حد تمام واشوف الايكوليبريم بتاعه واعمله تيست, ايه التيست اللي انا هعمله له؟ ان هو اخليه يعمل الروتيشن دي. تمام. طيب هقول كلمة مهمة جدا 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 ركزوا فيها معايا. تمام. انا يعني ده جسمي مثلا ودي راسي. تمام. الشخص ده لما اجي اختبره واقول له يعمل روتيشن, تمام, انا مش هخلي راسه واقفة كده, مش هخلي راسه واقفة كده. تمام. في حاجات كده بتبقى هوك ترانزيشن, يعني بحسكم ان انا كنت معلقكم لمعلومة بتعلم معاك جدا جدا جدا. افهم معايا اللي جاي ده. تمام. لما اخليه يلف مش هخليه يلف وهو كده وراسه مستقيم, لا, انا هخليه يعمل ايه؟ هخليه ميل 30 درجه لقدام. هخليه ميل 30 درجه لقدام ويلف. هتقول لي يا دكتور مصطفى يعني ده انت بتختبر الهوريزونتال. تمام. فالمفروض تبقى هوريزونتال تماما عشان تدي نتائج كويسه. حلو. فتروح قايل لي ان هميل 30 قدام, لا. ما هي في حاجه بقى لما هنرجع دلوقتي اقولها لك, ان الهوريزونتال سيمي سيركولار كانال تمام رفعه 30 درجه عن البلين الهوريزونتال الاساسي. تمام. نوريها لكم برضو بالمجسم اللي كنا عاملينه ده. بصراحه برضو فكرته كانت من دكتور ناجي, ربنا يبارك له ويبارك لأي حد يا رب وينفع بالناس دي, من الناس العظيمة جدا جدا جدا. طيب كنا قلنا ان في هوريزونتال اهو, تمام, وفي انتيريو فيرتيكال وفي بوستيريو فيرتيكال. تمام. بس الفكرة ان ده مش كومبليتلي او توتالي هوريزونتال, لا, ده عامل سلوبينج باكورد عشان يعمل زاوية 30 درجة مع البلين الهوريزونتال الاساسي. تمام. يعني لو هنفترض البلين الهوريزونتال الاساسي اللي هو ايدي, تمام, الهوريزونتال عامل سلوبنج باكورد كده, عامل 30 درجه مع ايدي. تمام. فهمت ليه بقى ده لما باجي اختبر التيست ده عشان يطلع مظبوط جدا 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 لازم اقول له
ميل راسك لقدام 30 درجة عشان اجيبها هوريزونتالي تماما. تمام. طيب بس دي كانت طريقة اللي هو اقول له لف بس ميل قدام 30 درجة. تمام. في حاجة اسمها convection current. convection current اللي هي اعتقد شهيرة جدا جدا تعرفوها، ان انت هات قطنة سخنة مثلا شوية وحطها في ودن. تمام. دي حاجة اسمها caloric stimulation. caloric stimulation. تمام. سوري. caloric stimulation. الكالوريك ستيميليشن ده عبارة عن ايه؟ تمام. عبارة عن بالفيزياء كده، لما تبقى مثلا في سائل حلو وانت تيجي من تحت تسخنه. تمام. ده كثافته بتقل فبيطلع فوق، السائل اللي هو هنا على طول اللي سخن بيطلع فوق. تمام. والبارد بينزل تحت. حلو. بيطلع فوق والبارد بينزل تحت. تمام. افهموا بس الحته دي كويس جدا 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 جدا. تمام. طيب هتقول لي دلوقتي انت يعني انت كنت بتقول لي ان المفروض السائل يروح كده يروح كده عشان اختبر الهوريزونتال. تمام. امال ايه بقى دلوقتي اللي هو هسخن فمش عارف ايه هيطلع فوق ومش عارف ايه هيطلع تحت؟ لا ما تضحكش عليا، انا هفهمك دلوقتي. طيب اصل وانا بعملها وبحط القطنه انا هعمل ايه؟ فاكرين لما كانت الهوريزونتال مرفوع يعني مش كده، مش هوريزونتال تماما، كانت مرفوعه 30 درجه. تمام. وانا بعمل التست ده هروح قايل له يميل لورا 60 درجه، يميل لورا 60 درجه. تمام. فمنطقي جدا 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 جدا. تمام. ان انا لما احط القطنه هنا. تمام. هي عشان برضو تفهموها اكتر واكتر، انا دلوقتي لما كنت بتحرك كده وكده كده وكده على الصورة دي، بسم الله، مش معقولة. اهي سوري، لما كنت بتحرك كده وكده فدي كانت بتروح في اتجاه ال اليوتريكل. تمام. فبيحصل استيميليشن والناحيه الثانيه لا. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعمل الكالوريك استيميليشن، والكالوريك استيميليشن ده ما بيخليش مثلا لو اللي هنا سخن يجي هنا والساعي يجي هنا، لا هوريزونتالي، لا هو بيتعمل فيرتيكال. لما سخن تحت السائل اللي فوقي على طول ده فوق التسخين يطلع فوق والبارد ينزل تحت. تمام. فانا عشان كده خدوا بالكم انا عامل لكم الورقه كده، فانتوا شايفين ان البتاع دي فيرتيكال، لا انا بس عامل لكم كده عشان يعني تفهموها او تشوفوها، لكن هي في الاصل انا اصلا بتكلم على، شوف الاتش دي الهوريزونتال، الهوريزونتال سيمي سيركولر كان يعني هي اصلا كده. تمام. هي كده. فانا لو حطيت القطنه هنا ما 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 لا هي هتشتغل لو في سائل هنا كده. تمام. طيب امال سوري يعني مش هتعمل كده، انا قلت ان هي ما تمشيش هوريزونتال. طيب يبقى انا اقول له هي اصلا كانت عامله زاويه 30 درجه مع الهوريزونتال بلين الاساسي، فاروح قايل له ميل راسك لورا 60 درجه. تمام. عشان لما احط القطنه هنا هتسخن السائل اللي هنا فهتحرك. فهمتوا؟ هي كانت عامله 30 درجه. تمام. وانا عايز اخليها بدل هوريزونتال فيرتيكال، لان الكونفكشن كارنت بيشتغل فيرتيكال عمود لانه بيعتمد اصلا على الجاذبيه، فاروح قايل له 60 درجه لورا. تمام. عشان يبقى فيرتيكال خلاص، واسخن هنا كثافته هتقل يروح طالع فوق، واللي فوق كثافته ازيد فهتروح ناديه تحت. الكارنت ده تمام، الكارنت ده بيعمل استيميليشن للكوبيلا. تمام. استيميليشن ازاي بالظبط مش مهم، الفكرة بس أنا يعني حبيت يعني نتطرق لحاجة ممتعة شوية، بحب لما يبقى فيه فيزياء أقولها. تمام. ده كان الـ convection current. تمام. طيب بعد كده حاجة اسمها الـ galvanic current أو الـ electrical، إن أنا بقى خلاص يعني بجيب يعني مثلا electrical دي عن طريق مثلا الكترود أو حاجة وبحطه على المصيد بروسيس على طول. تمام. دي برضو بتعمل stimulation للـ الريسبتور بتاعك.
تمام. مش عايز اتطرق فيها اصلا من كده عشان ايه ما حدش يتلخبط. تمام نرجع تاني. اه ماشي. طيب خامس حاجه قلنا هناخد النيرفس كونكشن. تمام احنا عرفنا في الافكت بتاع الاستيميليشن بتاع السيمي سيركولار كانال خدنا اربع او خمس حاجات، وكنت كل ما اجي عند نقطه اقول لكم هنعرف ليه في النيرفس كونكشن. تمام ادي جات النيرفس كونكشن وهنفهم كل حاجه ايه اللي بيعملها بالظبط. تمام في الصوره كنت بجيب ريدج من الكولامنر سيل، تمام، وتحتها كان في خيوط كده يعني الهير سيل اللي كانت فوق، امال ايه الخيوط اللي كانت تحتها دي؟ دي الفيستيبولار نيرف. الفيستيبولار نيرف تمام اللي هو التامن. طب بيكمل ازاي الفيستيبولار نيرف ده اللي هو ده؟ بيروح للفيستيبولار جانجليوم، بعد كده يروح للفيستيبولار نيوكليس. فيستيبولار نيرف جانجليوم نيوكليس تمام. من نيوكليس بقى بتبدا تتوزع الاشارات وتعمل لك الافكتس اللي انا قلت لك عليها. مثلا اللي تشينج في التون يعني ايه؟ يعني مصل. طب انا دلوقتي فوق يبقى انا لازم انزل للسباينال تمام، فتلاقي التراك اسمه فيستيبولو سباينال. فيستيبولو سباينال تمام، منطقي منطقي جدا تمام. طيب الاوتونوميك تشينجز اللي هي منطقي جدا تبقى في الريتيكولار فورميشن تمام، يبقى من النيوكليوس للريتيكولار فورميشن اللي هي هنا الريتيكولار فورميشن تروح عامله لك الاوتونوميك تشينج تمام. طيب بعد كده كنا قلنا عن حاجه اسمها نستاجمس. طيب النستاجمس العين بتتحرك بايه لوحدها؟ لا في عضلات، يبقى انا المفروض الاشاره دي هتروح تحفز عضلات تمام، اللي هو بيحركهم اي اصلا نيرفات بتوع العين 3 و4 و6، بس مثلا في واحد منهم مش موجود هنا. 3 و4 و6 دول مرتبطين بحاجه اسمها ميديال لونجيتيودينال باندل. الاشاره بتروح من النيوكليوس للميديال لونجيتيودينال باندل على الناحيتين، عشان كده النستاجمس لما بلف بيحصل في عينك الاثنين مش في عين واحده. حلو، فالميديال لونجيتيودينال باندل بتعمل النستاجمس تمام. طيب ايه اللي بيعمل الفيرتايجو او السنسيشن بتاع اللف والانجولار موفمنت والكلام ده كله؟ الباثواي كالاتي: نيرف فيستيبولار نيرف جانجليون نيوكليوس، بعد كده بتروح على السيريبيلوم. تروح لايه في السيريبيلوم؟ فولوكيولو نودولار لوب ودنتيت نيوكليوس، في برضه فاستيجيال نيوكليوس بس هو مش قايلها هنا. بتروح للسيريبيلوم للفولوكيولو نودولار لوب والدنتيت نيوكليوس، بعد السيريبيلوم خلاص تروح على الكورتكس بس في الاوبزيت سايد، من السيربيلوم للكورتكس في الاوبزيت سايد. طبعا بتعدي على الثالاموس الاول بعد كده بتروح للكورتكس. طب فين بالظبط في الكورتكس؟ في السوبيريور تيمبرال جايروس. في السوبيريور تيمبرال جايروس تمام. اخر حاجه قلنا هناخد حاجه اسمها فيستيبولار ديس فانكشن تمام، حاجه اسمها موشن سيكنس وحاجه اسمها منيرس ديزيز. المقارنه دي سهله جدا جدا وهتحفظها لك. ايه سبب الموشن سيكنس؟ اللي هو وانت في العربيه فاكرها اكيد، ناس كتير مننا لما بتركب عربيه العربيه تحركاتها كتير جدا، ممكن تلف وفجاه تقف او تلف الناحيه الثانيه وفجاه تقف تمام. فقلنا انت بيحصل لك فيرتايجو مع الوقفه دي ونوزيا فومتي. يبقى ايه سببها؟ اللي هو اكسسيف ستيميوليشن للريسبتور، بس بسبب ايه؟ بسبب حركه العربيه تمام. طب نيجي لحاجه اسمها منيرز ديزيز، دي برضو اكسسيف ستيميوليشن للريسبتور تمام، بس بسبب ايه؟ ان البريشر بتاع الاندولينف زاد. قلتها لك في نص المحاضره يعني، ممكن مثلا لو حصل لابرينثايتس التهابات تمام، فالبريشر بتاع الاندولينف زاد تمام، فبقت زقته للريسبتور قويه، فبرضو اكسسيف ستيميوليشن بس مش بسبب حركه، لا ده عشان الاندولينف البريشر بتاعه زاد، فيعمل نفس هنا بالظبط فيرتايجو نوزيا فومتنج تمام. سوري السهم ده مش عارف طالع فوق ليه، سوري. بس اخر حاجه هيعمل سادن ديمينيوشن اوف هيرنج، يعني السمع فجاه كده هتلاقيه قل تمام. طب ممكن توقف الفيديو وتقول لي السبب لو انت مركز من اول المحاضره خالص وفي كل كلمه، لان كل كلمه مهمه تمام. وقفت جاوبت شاطر، اول ما جاوبتش شاطر برضه مفيش مشكله انك حاولت. طيب ليه؟ لان انا قلت لك ان الكوكليا لما قسمنا الاير الانر اير لاوديتوري وكان كوكليا وكان نون اوديتوري اللي هو الفيستيبولار سيستم تمام، كان وقلت لك تمام
ان في حاجة اسمها البوني لابرنث وجواه الميمبرانس لابرنث، تمام؟ وقلت ان ده في الود في الانر اير كلها مش هنا بس، تمام؟ وفي جوه الميمبرانس اندولينف وحواليه بيريلينف، تمام؟ فمعنى كده برضو ان الاندولينف برضو لما زاد في اللابرنث فهيزيد برضو. هي في وصلة لو رجعت لكم الرسمة تاني، بسم الله اهو، في وصلة بينهم، تمام؟ فالاندولينف برضو نفس الوضع، ها يزيد، الاندولينف برضو نفس الوضع هيزيد برضو في الكوكليا، تمام؟ فهيأثر على الريسبتور اللي هناك فهيحصل sudden diminution of hearing، تمام؟ هذا وان كان من توفيق فمن الله، مش شيطان مني، وان كان من زلة فمن نفسي ومن الشيطان، اعوذ بالله منه، تمام؟ ربنا يوفقكم يا رب ويوفق ما عليكم ويبارك وقتكم ومجهودكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.